أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف التزام الوزارة بتقديم كل ما هو أفضل للطلاب. وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة الثانوية العامة، تعهد عبد اللطيف بمواصلة العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب. مستقبل أبنائنا هو مستقبل مصر، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما هو أفضل لهم بإذن الله. أتعهد بأننا سنواصل العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا وبناتنا، وأننا سنظل منفتحين على آرائكم ومقترحاتكم. أشكركم جميعاً على حضوركم ودعمكم، ونتطلع إلى مستقبل يحمل في طياته نجاحات يستحقها أبنائنا وبناتنا، بدعم كامل من القيادة السياسية والتي لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالعملية التعليمية.